بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الشاشة ازاي نضيف كاستمر، والحقيقة كانت هي دي شكل الشاشة وضفنا كاستمرز كتير، لكن المرة دي عايزين نتكلم على ازاي نعرض الكاستمرز دولة ونعرضهم باسلوب كويس. الحقيقة لو انا عندي الكويري بتاعي وجيت قلت له هنا select all from customer واخترت، هلاقي ان في عندي 4 كاستمر، علي وابراهيم ومصطفى واحمد. والحقيقه لو انا جيت قلت له الكاستمر والتليفون، اختار التليفونات، هلاقي دي التليفونات، لكن في تليفونات لعلي وفي تليفونات لابراهيم. طب لو انا عايز اعرض الجدولين مع بعض هضطر ان انا استخدم الجوينينج تيبل، هقول له سيلكت اول فروم كاستمر و تليفون. عيوب الجوينينج تيبل بالطريقة دي انه بيخلي تليفون بتاع علي يظهر مع ابراهيم ومع مصطفى ومع احمد، وده عيب طبعا. عشان اخلي الموضوع دوت محدود بقول له وير الكاستمر دوت اي دي ايكوال تليفون دوت كاستمر اي دي. كده بالطريقة دي تليفون علي هيظهر مع علي فقط. والحقيقة ده اللي احنا بنطلق عليه اسمه الانر جوين، وده انا ممكن ايه اكتبه بطريقة تانية، اقول له انر جوين التليفون اون كاستمر اي دي بيساوي كاستمر اي دي. لكن عيوب الانر جوين هنا ان في بعض الافراد زي مصطفى وزي احمد ما لهمش تليفونات، ما بيظهروش هنا، هنضطر ان احنا عشان نظهرهم نستخدم الليفت جوين. الليفت جوين اللي هو بيظهر لي مصطفى واحمد وبيظهر لي انهم ما عندهمش ايه تليفونات. تمام. العيوب برضو ان علي هنا بيتكرر، عشان نمنع تكرار علي نقول له جروب باي ايه باي الكاستمر دوت اي دي، يبقى انا بجمعهم بالكاستمر اي دي. اول ما اجمعهم هتلاقي علي هنا ظهر، بس ظهر للاسف ايه التليفون الاولاني له. طب افرض انا عايز اظهر كل تليفوناته بقى، يبقى انا في الحاله ديت ببدا اقول له انا عايز اظهر الاي دي وعايز اظهر النيم وعايز اظهر الجندر وعايز اظهر جروب كونكات الايه الفون. جروب كونكات الفون دي عملت حاجه كبيره جدا، راحت هو قال لي هنا في ايرور ليه، لان الاي دي اللي هنا لازم نقرا الرسائل، الاي دي اللي هنا في 2 اي دي، فاقول له كاستمر دوت اي دي. تمام. لقيت انه جمع لي كل التليفونات وفصل ما بينهم بايه بكومة. تمام. المفروض ان احنا الكلام ده كله نظهره فين؟ نظهره في الجي او ار. فلو انا اخدت الكويري ده بالكامل ورحت في الجي او اي تحت فيل التيبل، تمام، هو تحت فيل التيبل في سيلكت اهو، في امر السيلكت صح كده، همسح الامر ده كده. تمام. واجي بين الدبل كوتيشن اقوم حاطط الكويري بتاعي، ادي الكويري اهو بالكامل انا حطيته خلاص، اخره اهو الكويري. طيب وبعد كده اجي ارن الكويري بتاعي اهو. تمام. اعمل سيف، احفظ واعمل رايت كليك واقول له رن، واجي اقول له فيل التيبل. لقيت ان الكويري اتعرض لي بالمنظر ده. طبعا انا اقلب عربي انجليزي، فهقول له هنا مسلسل سيلكت الكاستمر اي دي از مسلسل سيلكت النيم از الاسم، سيلكت الجندر از الجندر از ايه النوع خلاص، والجروب تليفون هنا از التليفونات خلاص، ونرن الكود بتاعنا ونقول له ايه ديسبلاي، ظهر لي فعلا مسلسل الاسم النوع والتليفونات. التليفونات بالمنظر ده فيها عيوب، والعيوب دي احنا عايزين نحط جوه الخلية دي، نحط مجموعة ايه مجموعة تليفونات مع بعضها، وده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه في الحلقة اللي جاية. شكرا والى اللقاء.